ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنستكمل حديثنا عن كروت هواوي دي دبليو دي ام اند او تي ان. المرة السابقة توقفنا عند كارت الاس دبل سي، وده من الكروت الكنترولرز الشهيرة، وحاليا كارت زي كارت تي ان 52 اس دبل سي، ده اسينشالي بيستخدم مع التسعة تونومية او الاو اس ان 9 800 يو بي اس او اليونيفرسال بلاتفورم. زي ما احنا عارفين اليونيفرسال بلاتفورم ده سبراج بيستخدم في الاوبتيكال لاير، لكن اي حاجة تاني غير اليو بي اس بتستخدم في الالكتريكال لاير، وفي بعض الشلفات او السبراكس نقدر نستخدمها اوبتيكال او نقدر نستخدمها الكتريكال. الكارت التاني عندنا النهاردة هو كارت اليو سي اكس سي اس، وده كارت كروس كونكشن يونيفرسال هايبريد، يقدر يشتغل مع ال اس دي اتش ويقدر يشتغل مع ال او اس يو فليكس او الليكويد او تي ان اتكلمنا عليه سابقا، بحيث ان ال او اس يو بتبدأ تقريبا 1.5 ميجا بت بير سكند، فيقدر يتعامل مع سيجنالز بريتس قليلة زي السيجنالز الخاصة بالبي دي اتش. الكارت ده نقدر نتكلم على نوع محدد منه النهاردة اللي هو ال تي ان يو 4 يو سي اكس سي اس. ال تي ان 4 يو سي اكس سي اس essentially بيستخدم مع الالكتريكال سبراك علشان يعمل لي كروس كونكشن. انا في الالكتريكال سبراك عندي حاجة اسمها 9800 يو 32 ستاندرد سبراك و9800 يو 32 انهانسد سبراك. الفروق بينهم بسيطة، وفي فروق بينهم في الباور كونكشن او في توزيع الباور سبلاي. في عندي اليو او 9800 يو 64 واليو 64 انهانسد سبراك، الاثنين برضو زي بعض في عدد السلوتس والباندويث اللي بيقدر يعمل لهم كروس كونكشن. في كروت ال 32 او اليو 32 انا بستخدم 5 كروت من هذا الكارت مع كارتين البروتكشن، يعني انا بستخدم 5 بلس 7 بروتكشن جروب. في الكارت في السبراك اللي هو يو 64 انا بستخدم 5 بلس 7 و5 بلس 7. ليه؟ لان انا عندي في سبراك اليو 64 اتنين وجه للسبراك، يعني انا عندي سبراك كامل في هنا سيرفيس اريا، هنا كروت الكروس كونكشن والسي تي يو اللي هي كروت الكنترولر، وهنا عندي كروت كروس كروت تريبيوتريز، هنا تريبيوتريز او لاين. والاتجاه الاخر لو انا بصيت الناحيه الثانيه هيبقى في عندي سبراك زي كده برضو. السبراك ده برضو في عندي هنا اريا للكروس كونكشن والسي تي يو، منطقه للسيرفيس اريا او التريبيوتري مع اللاين، وهنا منطقه مع السيرفيس والتريبيوتري مع اللاين. عندي 32 سيرفيس سلوت لكل اتجاه، فبيبقى التوتال 64 او 64. نكلين كل اللي كاتبينه. هنا بيظهر لي المقدار الكونسمبشن باور، وده نتيجة انه كارت كروس كونكشن. دايما كروت الكروس كونكشن استهلاكها في الباور عالي هي وكروت اللاين، لان الاتنين في البروسيسنج عليهم كل اللود بتاع السبراك، سواء كان سيرفيس او سواء كان موديوليشن ودي موديوليشن زي ما اتكلمنا في نقطة الكوهيرانت موديوليتور والدي موديوليتور. الكارت التاني من كروت الكروس كونكشن النهاردة اللي هنتكلم عليها هو كارت ال SXCL. ال SXCL هو من الكروت التي تستخدم لعمل كروس كونكشن لللو اوردر، يعني انا عندي اللي شفناه الاول اللي هو كارت ال UXCS لانه بيشتغل مينيموم مع ال VC4. طيب لو انا هعمل بروسيسنج لمعدلات اقل زي في ال VC3 اللي هي يعتبر ال 34 ميجا بت بير سكند، او ال VC12 اللي هي 2 ميجا، انا محتاج ان انا احط كارتين من كروت اللو اوردر او ال SXCL اللي بتقدر تسبورت لو اوردر ريتس، وده بيستخدم برضو مع ال OSU علشان يقدر يعمل كارينج لسيرفيسز اقل من ال VC4. الكارت ده بيقدر يعمل مالتي بلكسنج او كروس كونكشن
ل 80 جيجا بت بير سكند، ولذلك هو كان له اوردر كافي جدا. معدل استهلاك الطاقة هنا أقل لأن البروسيسنج أو حجم الكروس كونكشن اللي بيقدر يشيلها الكارت أقل بكتير من كارت اليو اكس سي اس. أنواع السبراكس اللي بيركب فيها هيها نفس السبراكس اللي شفناها قبل كده، ولكن زيادة عليها اليو 16، وده اللي فيه 16 سيرفيس سلوت، وده بيكون المعدلات أو حجم السبراك أقل من السبراكس اليو 32 واليو 64. كارت مهم طبعا عندنا جدا ومهم جدا في السبراك. احنا اتكلمنا على اليو 32 او اليو 64، وقلنا بيكون عندنا اريا مخصصة لكروت كروس كونكشن فيها 7 كروت 5 بلس 2، بالإضافة لكارتين السي تي يو أو السيستم كنترول أند كوميونيكيشن بورد with كلوك بروسيسنج أو with التايمينج. ده يعتبر السي بي يو الخاص بالسبراك، وزيه زي أي سي بي يو مسؤول عن حاجات كتيرة، منها المانجمنت والكونفيجريشن للسبراك والاحتفاظ بالباك اب، وطبعا بيظهر لي الألارمات ويعمل لي بروسيسنج للأوفر هيد بايتس، ولذلك فهو بيسبورت الدي سي سي كوميونيكيشن، وبيسبورت طبعا الاي بي اوفر دي سي سي لو انا عايز اعمل ترانسبورتيشن للداتا على داتا كوميونيكيشن تشانل. بيركب عندي كارتين من السي تي يو، بيبقى 1 بلس 1 وبيبقى هوت ستاند باي، بمجرد ما واحد يسقط او يتاثر التاني بيدخل مكانه بشكل مباشر. وبيسبورت ايضا السبراك كاسكيدنج عن طريق الانترفيسز المخصصة للكاسكيدنج. وعلشان احنا شغالين في الكتريكال دومين وعندنا كروت كروس كونكشن، اذا هو لازم ولا بد انه يسبورت معانا الالكتريكال ايسون اللي هو بيكون على مستوى الاوديو، وقلنا الاوبتيكال ايسون هو على مستوى التشانل او على مستوى الاو سي اتش. اذا الايسون الطبيعي بيتعامل مع او الالكتريكال ايسون بيتعامل مع الكتريكال لاير، والاوبتيكال ايسون بيتعامل مع اوبتيكال لاير اللي هي مسؤولة او اللي هي بتتعمل لها سويتشنج على مستوى الدايركشنز، لكن هنا انا بتعمل عندي سويتشنج على مستوى الالكتريكال لاير او على مستوى السيرفيس اوفر الاو سي اتش وليس الاو سي اتش نفسه. احنا قلنا كارت السي تي يو هو سيستم الكوميونيكيشن والكنترول والكلوك بروسيسنج او التايمينج في سبراك اليو 32 او اليو 64، وده السبراكس الخاصه بالالكتريكال لاير. في الاوبتيكال لاير انا عندي كارت مثيل وهو كارت الاس سي يو، وده بيركب عندي في السبراكس المسمى اليو بي اس او اليونيفرسال بلاتفورم في اجهزه هواوي. مهمته ايضا زي اي كارت كنترولر انه يعمل كونفيجريشن والالارم ويبعت الالارم للان ام اس وسبورت الباك اب للان اي، بالاضافه انه بيدعم عمليه الدي سي سي والدي سي ان، وبيبقى عندي فيه كارتين 1 بلس 1 هوت باك اب، وبيسبورت الكاسكيدنج ان انا اوصل من سبراك لسبراك تاني. ولكن هنا ممكن نتساءل فين الانترفيسز المسؤوله عن الكاسكيدنج. الكاسكيدنج هنا بيتم عن طريق الكارت الانترفيس، كارت تاني خالص منفصل بيكون في بورت خاص بالان ام او النتورك مانجمنت، وبيكون في انترفيسز تانية مسمى ايثرنت 1 ايثرنت 2 دي مسؤولة عن الكاسكيدنج. ايه معنى الكاسكيدنج؟ ان انا عندي اكتر من سبراك كلهم سليفز، وفي عندي هنا سبراك شغال كماستر ليهم، ده اللي فيه الكنترولر عندي وهو اللي بيدير كل الكروت وكل الكونفيجريشن وكل الباك اب داخل السبراكس، وببدا انا اوصل من ايثرنت 1 الى ايثرنت 2، من ايثرنت 1 لايثرنت 2، من ايثرنت 1 لايثرنت 2، بعض الحالات بيوصل اخر بورت اللي هو ايثرنت 2 بايثرنت 2 هنا وهكذا، بحيث يضمن توصيل السبراك الاساسي مع السبراكس الاكستندد لي او السليفز التابعة لي اللي هي شغالة على الكنترولر الرئيسي المتواجد بالسبراك الرئيسي والمسمى الماستر. وهناخد بالنا من نقطة مهمة، ان في هنا حاجة اسمها زي ما قلنا قبل كده الاي دي.
الماستر هنا بياخد زيرو، يعني اول ما تلاقي كده السبراك رقمه زيرو اعرف ان ده الماستر، وبيبدأ السبراكس اللي بعده تتعد واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. اي سبراك ليه رقم بيعتبر سبراك سليف، ولازم قبل ما اعمل كونفيجريشن واعمل كوميشننج للسبراك لازم اخش على الديب سويتشز المتواجدة داخل كارت الكنترول واغير الاي دي بتاع السبراك. في سبراكس تانية وخاصة الستة تونومية او التمانية تونومية كان الاي دي بيتغير من كروت الاي يو اكس، ولكن كل جهاز ليه طبيعة مختلفة عن التاني، فهنا لازم نظبط الاي دي عن طريق هذه الديب سويتش. ولازم ناخد بالنا من حاجة، ان في هواوي عندي حاجة اسمها ال ان اي اي دي، وده بيترجم يتعمل له ترانسليشن لاي بي. الاي بي ده عن طريقه بقدر اعمل مانج للنوت، ولكن السبراك اي دي يختلف، هو مجرد رقم علشان اميز كل كاسكيدة سبراك وما اعملش كونفليكت بينهم، واميز الماستر سبراك عن الاكستندد او السليفز سبراكس. ال ان اي اي دي بيتم ارساله عن طريق شبكة الدي سي ان من خلال الدي سي سي الداتا كوميونيكيشن تشانل، ولكن السبراك اي دي او السبراكس بينها وبين بعضها بيتم عمل كوميونيكيشن عن طريق كوابل فاست ايثرنت عادية جدا مربوطة بين كروت الانترفيسز المختلفة، سواء الانترفيس موجود في كارت الكنترولر زي كارت السي تي يو، او سواء الانترفيس موجود في كارت الاكزولاري زي الاي يو اكس او كارت الاف اي سلوت. هنا كارت الدي سي يو او الديسبيرشن كومبنسيشن موديول، وما ينفعش اي ديسبيرشن كومبنسيشن موديول يتحط مكان التاني، لان لازم يبقى نفس المواصفات، لان كل ديسبيرشن كومبنسيشن موديول بيبقى محسوب على مسافة معينة لينث معين، وهذا الكارت بيعمل عن طريق ان هو جواه فايبر معين، الفايبر ده بيعمل نيجاتيف ديسبيرشن. احنا عارفين ان عندنا ال 6 دبل 5 في منه البوزيتيف ديسبيرشن ممكن يبقى 3 مثلا نانوميتر على لكل كيلومتر، وفي عندي ممكن يبقى نيجاتيف، فانا اقدر اتحكم عن طريق التصنيع في درجة الديسبيرشن سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف. المهم هو النوع ده من الفايبر نان زيرو، فانا اقدر اظبط القيمة بتاعته حسب عمليات التصنيع وحسب البروفايل. في حاجة اسمها البروفايل اتكلمنا عنها زمان خالص اثناء ما كنا بنشرح الفايبر اوبتيك وانواعه، وال 652 وال 653 وال 655، وقلنا وانتوا فاكرين مع كارت الامبليفاير كان عندي تو بورتس مخصصين للدي سي يو او ديسبيرشن كومبنسيشن موديول، ولذلك الديسبيرشن كومبنسيشن مش غير انبوت واوتبوت، وبيوصل مع كارت الامبليفاير بهذه الطريقه. طب هل هو بيستخدم حاليا؟ في الغالب لا يستخدم، لان اغلب الانظمه اللي عندي دلوقتي شغاله كوهيرنت سورس، والكوهيرنت سورس قلنا التولرنس بتاعه من 40000 الى 80000، فلا يحتاج غالبا الى dispersion compensation modules، ولكن تستخدم في حالات خاصة اذا احنا شغالين على traditional اللي هي 10 جي مثلا لكل channel، 10 جي او 10 جيجا بت بير سكند لكل channel، او اشتغلت coherent ومشيت مسافات كبيرة واشتغلت repeaterless، فبيبقى السيستم sensitive جدا للديسبيرشن، فبنحط ديسبيرشن كومبنسيشن موديول ولكن بعدد اقل. يعني مثلا بدل ما انا احط كارت ديسبيرشن كومبنسيشن موديول يغطي لي 400 كيلومتر، انا هستخدم ديسبيرشن كومبنسيشن موديول او موديولز يغطي لي مثلا 60 كيلومتر، ودي بتتم اثناء اعمال التصميم للشبكة في بدايات المشروع. هنا السبيسيفيكيشنز، ودي انواع الديسبيرشن كومبنسيشن موديولز المختلفه 80 و100 و120. طب افرض المسافه عندي اكبر من كده، انا بستخدم كاسكيد دي سي يو، يعني بوصل هنا دي سي يو تاني الانبوت واخد الاوتبوت على دي سي يو تالت وهكذا، بحيث افولفيل الريكويرمنت المطلوبه مني لتحقيق الديسبيرشن كومبنسيشن المطلوب على الشبكه طبقا للتصاميم بتاعتي. كارت الاف اي يو الشهير، كارت الاف اي يو دوره رئيسي يمكن ذكرناه قبل كده كتير، ولكن هنا نذكره بالتفصيل. كارت الاف اي يو دوره الرئيسي انه يأتاش الاو اس سي الاوسك الاوبتيكال سوبرفايزوري تشانل مع السيجنال اللي طالعه من الامبليفاير اللي هي شايله ترافيك. يبقى انا بحط اوكسيلري سيجنال مع الترافيك سيجنال ومشيهم مع بعض عن طريق كارت الاف اي يو.
للعلم ده مش موجود في كل الفيندورز، يعني في مثلا نوكيا ده مش موجود الكارت عندي، في انفينيرا وخاصة في أجهزة زي السبعة تلتمية والسبعة خمسمية ده مش موجود عندي، وهو موجود انتجريتد داخل كارت الامبليفاير نفسه. مجرد ما تفتح كارت الامبليفاير بتلاقي الفانكشن بتاعت الـ OCC موجودة، ممكن تبقى موجودة وظاهرة قدامك وتقدر تشوف عليها الباور، وممكن تبقى موجودة ولكن ما تقدرش تتحكم فيها زي أجهزة سيمز القديمة اللي هي بقت انفينيرا حاليا السبعة تلتمية. برضو في شركة زد اي الصينية ليها موديول مخصص للأوسك نفسه زيه زي هواوي، وده زي ما احنا شايفين كده هو واصل مع الاف اي يو. لو عندي رمن الرمن بيوصل دايركت على الكيبل، ولو الرمن كارت زي كارت الار اي يو اللي هو عبارة عن اي دي اف اي مع رمن، الرمن بيوصل على طول على الكيبل، وبقى في انترفيس باخد السيس بتاعتي وادخلها على الاف اي يو، من الاف اي يو بخش على انبوت الامبليفاير الثاني وهكذا. الاطوال الموجية اللي بيعمل عليها هنا شغال عندي طبعا في السي باند، وهنا الأوسك طبعا بتشتغل في رينج تاني مختلف، في الغالب هم بيستخدموا 1510 أو 1490 بحيث أكون بعيد عن نطاق السي باند، السيجنال دي لا يتم تكبيرها عن طريق كروت الـ EDFA، وممكن برضو عن طريقها ليها subsidiary usage إن أنا أقدر أستخدمها في قياس الاتنويشن على كابل الفايبر. الـ HSC هو طبعا كارت زيه زي الـ ST2 وزيه زي كارت الـ SC2 والـ SC1 اللي هو بيتربط على كارت الـ FIU علشان يجنريت، مش بيجنريت، هو بياخد البروسيست سيجنال او البايتس الخاصة بالأوسك ويحولها لأوبتيكال سيجنال علشان تمشي مع اللاين بتاعي، فهو يعتبر ترانسميتر وريسيفر للأو اس سي زيه زي اي كارت لاين. هو ليه برضو لونش اوبتيكال باور وليه ريسيف سنسيتيفيتي، وعن طريق اللونش باور والريسيف سنسيتيفيتي اقدر احسب اقصى مسافة يقدر يعمل لها سبان، ولازم اخد في الحسبان ان هو لا يتم تكبير، ولكن يتم تكبير الاشارة دي عن طريق كارت الرمن فقط، وذلك كوظيفة فرعية لكارت الرمن. كارت الرمن وظيفته الاساسية انه يكبر السيجنال الخاصة بالترافيك، ولكن باي ذا واي السيجنال بتاعت الاو سي سي بتتكبر تقريبا بنفس القيمة او اقل قليلا، فلازم لما اجي احسب سبان اعمل حسابي في كارت الرمن انه عامل جين، وخاصة لو كارت الرمن شغال. ولذلك يفضل اذا انا عايز احسب السبان اتنويشن عن طريق كروت ال اتش اس سي او السوبرفايزوري تشانل، يفضل ان انا على السكشن ده اطفي كروت الرمن لو الدنيا امان في البداية، خاصة في بداية المشروع، لكن اثناء تشغيل الترافيك لا يفضل طبعا ان انا اطفي اي كارت امبليفاير حتى لا يؤثر على الخدمات عندي او يؤثر على المسارات البديلة اثناء التشغيل. اخوهم كارت الاس تي 2. الاس تي 2 ليه فانكشن زيادة ان هو في الكلوك ايضا، ولذلك الاس تي 2 بيسبورت عندي البروتوكول الشهير الخاص بالفيزيكال كلوك المصنف عن طريق الاي تريبل اي 1588 فيرجن 2. الماكسيمم سبان 37.5 دي بي، بمعنى ان انا لو عندي 100 كيلومتر المفترض ما يزيدوش عن 26 او 29 دي بي، ده يقدر يسبان تقريبا 100 او 110 120 كيلومتر تقريبا بدون وجود ريجنريتور. انواع منه برضه بتسبورت حاجه مهمه جدا ان هو الاو تي دي ار، ولذلك هواوي عندها ابلكيشن او عندها موديول اسمه الفايبر دكتور. احنا قلنا قبل كده في حاجه اسمها الاوبتيكال دكتور، دكاتره عندهم كتير، هنا الفايبر دكتور. الفايبر دكتور بيكون او تي دي ار داخل كارت الـ ST2، ولكن هو مش في كل كروت الـ ST2، في ريليسز معينة من كروت الـ ST2 بدخل عن طريق الفايبر دكتور من خلال NCE، يعني تفتح الـ NCE في الكونفيجريشن هتلاقي عندك ايه، هتلاقي عندك الفايبر دكتور.
تدخل على الفايبر دكتور، ان شاء الله اعمل لكم فيديو كامل عن الفايبر دكتور والاوبتيكال دكتور. تدخل على الفايبر دكتور تقدر تعمل ران لسكان، او انت بتكون عامل كونفيجريشن لسكان ان هو يكون سكادول يعمل ران اوتوماتيكلي كل فتره، او لما يحس يديتكت ان في مشكله في الكيبل ويبدا يعمل لك التريس بتاع الاو تي دي ار الشهير اللي اتكلمنا عليه سابقا، يقول لك المشكله فين، تقدر تحدد الاعطال بدون ما تعمل ديسباتشنج لفيلد مينتنانس انجينير ذير، وتاثر او تقلل الوقت المستهلك في تحديد العطل او زمن الاعطال عامه. اخر حاجات عندي النهارده ان شاء الله اشكال السبراكس. انا عندي الام 24 ده في هواوي، والام 24 بيقول هو ليه اسمه ام 24، لانه ممكن يسبورت 24 سمول سلوتس، ويقدر يسبورت انواع من اللاينز، ممكن اللاين يوصل ل 800 جيجا بت بير سكند، واكيد في انواع دلوقتي اكتر، في حاجات وصلت ل 1.2 تيرا بت بير سكند. بيقول لي هنا يقدر يعمل مالتي بلكسنج سويتشنج مالتي بلكسنج ل 10 تيرا بت بير سكند اوديو كي، و4 تيرا بت بير سكند باكيت سيرفيس، 1.6 تيرا بت بير سكند في سي 4 اي تي في سي 3 في سي 12. زي ما اتكلمنا قبل كده ان انا بحط كارت لو اوردر وببدا اتعامل مع الاو اس يو باكيت، واقدر اشتغل او فريم، واقدر اشتغل على معدلات صغيره زي سيجنالز الخاصه بالبي دي اتش، بحيث سبراك الاو تي ان يكون سبراك متكامل لا يحتاج لاي حاجه زياده علشان يعمل لي كل الفانكشن اللي انا محتاجها. الحاجه الجميله في السبراك ده ان انا ممكن اشغله كمان اوبتيكال لاير، يعني لو انا عندي سبراك واحد ممكن اقسمه كده واخد جزء اشغله الكتريكال لاير، وجزء تاني احط دبليو اس ام دي واشغله اوبتيكال لاير، فانا مش محتاج احط سبراك تاني او نوع تاني من السبراكس علشان اشغله الكتريكال لاير. اذا ده السبراك يعتبر مور فليكسبل سبراك، يقدر يدي لي خدمات مختلفة، وهو ده الترند الجديد عند هواوي مركباه في كل الشركات تقريبا، وبتحاول تستخدمه بقدر الامكان في كل النتوركس الحديثة بتاعتها وتروج ليه بقدر الامكان. الـ M12 سبراك ده essentially اوبتيكال سبراك، وده محطوط كبديل لليو بي اس، وبيخدم في الغالب السبراكس زي الام 24. لو هشغل الام 24 از ان الكتريكال لاير، وهشغل الام 12 از ان اوبتيكال لاير. السبراك الكبير بتاعهم هو اليو 32 واليو 64. اليو 64 هو اتنين من السبراك ده، يعني هنا ادي منطقة السيرفيس سلوتس الموجودة عندي، وادي هنا منطقة سيرفيس بورد برضو او سيرفيس سلوتس موجودة عندي، وادي هنا الفانز او المراوح بتاعته، وادي هنا الباور سبلاي، وطبعا كل سكشن منه واخد من باور سبلاي معين. لازم ناخد بالنا من الالوان الصغيرة دي، الاصفر بيغذي ده، واللبني ده بيغذي الجزء الكروس كونكشن مع السي تي يو، والاخضر او القرمزي ده بيغذي السيرفيس اريا دي. ولذلك لو حصل مشكلة في اي باور سبلاي اقدر اميز على طول، مجرد ما القى هنا ان في مشكلة في الجزئية دي اعرف ان الباور سبلاي بتاعها هنا في مشكلة، مجرد ما يحصل مشكلة عندي في الاريا دي هعرف الباور سبلاي فين بتاعها، وهكذا. هنا كارت الانترفيسز الموجود عندي علشان اوصل على السبراك واوصله بالمانجمنت سيستم عن طريق او اللي بيسمى في الغالب كيو انترفيس، او في هواوي بيسموه ان ام ايثرنت انترفيس، اضافه للهاوس كيبنج، بالاضافه لباقي الفانكشنز او الاكزيلري فانكشنز بتتم عن طريق كارت الانترفيس. البي 32 ده من السبراكس المبدعه، وده زي ما قلنا بي فوتونيك، يعني ده راجل اوبتيكال، فوتونيك يعني اوبتيكال بيور اوبتيكال. السبراك ده من الخلف كده في مسارات ضوئيه، فالكروت دي نفسها بتاخد حاجتين، بتاخد انترفيس الكتريكال عشان يغذي الكارت كباور سبلاي، وبتاخد من ورا انترفيسز اوبتيكال عشان تربط الكروت ببعضها، تربط الدايركشنز ببعضها. كل كارت من الكروت ده عباره عن دايركشن، في امبليفاير وفي اف اي يو وفي او سي سي في الدبليو اس اس، فهو دايركشن متكامل، وبيبقى عندي كروت معموله لللوكال دايركشن، وفي كروت معموله للاكسترنال دايركشنز زي ما انتم عارفين. لو انا هعمل دروب لوكال يبقى في لوكال دايركشنز، اكسترنال دايركشنز لو هوصل باتجاهات اخرى على مسارات الكوابل الرئيسيه. الى هنا
نكون قد انتهينا تقريبا من أهم كروت والسبريكس الخاصة بهواوي، فإحنا ما تطرقناش لل8800 لأن خلاص يعتبر هما ما بقوش يركبوه في الحاجات الجديدة. لم نتطرق طبعا لل6800 لأنه انتهى من زمان، ما زال راكب في بعض الشركات وموجود ورابستو ريلايبل وكل حاجة، ولكن خلاص ما بقاش في خطوط انتاج بتنتجه مرة تانية، فاحنا اهتمينا بكل حاجة تخص ال9800 النهاردة. اشكركم على صبركم وعلى الاستماع، وارجو انتم تكونوا استمعتوا لكل كلمة، لان بين الكلام في تفاصيل معينة مهمة جدا ما بتظهرش غير اثناء الكلام او اثناء الشرح باستفاضة. فلابد الا نكتفي بان احنا نشوف مثلا الفيديو واجزاء منه، لا، كل كلمة مهمة حتى لو ظهر في البداية ان هي او ان الفيديو ممل، ولكن لما هتسمعوه بتمعن هتجدوا فيه معلومات قيمة ان شاء الله تفيدكم باذن الله. واحيانا بضطر ان انا اعيد الحاجة ده فقط للتذكير، لان احنا لو ما كررناش الحاجة هننساها بسهولة، حتى الحاجات المكررة اللي انا بقولها هتعتقد لاول وهلة ان انت اول مرة تسمعها. فارجوكم استمعوا بانصات الى هذه الحلقات، واتمنى ان هي تكون مفيدة لكم. نلتقي المرة القادمة ان شاء الله، هنبدأ في نوكيا في الهاردوير الخاص بنوكيا لان البرنسبل واحد ان شاء الله. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.